الثامنة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. نداء إنساني من البطريرك لحام: بعد استقالتي من رئاسة البطريركية العام الماضي لم يعد لدي مسكن آوي إليه والكنيسة ترفض مساعدتي. باريس ترجح إصدار بيان ختامي لقمة الدول السبع رغم الخلافات مع واشنطن، وترامب يقول إن المشاركين تعهدوا بمراقبة طموحات إيران النووية. قبيل قمة ثلاثية روسية إيرانية صينية، بوتين وروحاني يؤكدان نجاح التعاون الثنائي في سوريا. الجيش اليمني واللجان الشعبية يعلنون استعادة السيطرة على منطقة الجاح في مديرية الحسينية جنوب الحديدة. الميادين في المهرجان الدولي للإذاعة والتلفزيون بكوبا، رسالة صحفية وإنسانية لنقل الصورة إلى أمريكا اللاتينية. أهلا بكم. وجه البطريرك غريغوريوس الثالث لحام نداء إنسانيا طالب بإعادته إلى شقته السكنية في عين تراز مع حفظ كرامته التي تعرضت للإهانة من قبل البطريركية. بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك السابق، وفي بيان نشره مكتبه الخاص على صفحته على الفيسبوك، أكد أنه تعرض للإساءة المتكررة من قبل الكاهن توني الموجود في مقر البطريركية، وأن الإهانات بدأت بعد إقالته من منصبه في بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك، ولم يستجب البطريرك المنتخب كخليفة له يوسف للطلبات المتكررة للحام بالسماح له بقضاء ما تبقى من عمره في عين تراز، وهي مقر مؤلف من 50 غرفة خالية ولا يوجد فيها سكان، وكان البطريرك لحام قد أعاد بناءها بعد أن هدمت عام 82. لنفهم أكثر ما الذي حصل وحول هذا البيان، ينضم إلينا من صيدا جنوب لبنان بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك السابق البطريرك غريغوريوس الثالث لحام. أهلا وسهلا بك معنا. بداية يعني إذا أمكن أن تشرح لنا بالتفصيل كل هذه الأمور اللي تحدثت عنها حضرتك بالبيان، ويبدو في أمور غيرها، يعني تحدثت عن سلسلة أمور بحقك، إذا أمكن أن نعرفها منك غبطة البطريرك، تفضل. مساء الخير، شكرا لاهتمام الميادين بهذا الموضوع، ولكني أحب أن أكون مختصرا لأني أحب كنيستي، ومن منطلق محبتي لكنيستي اضطررت إلى أن أخذ هذا الموقف. لقد طلب مني غبطة البطريرك يوسف كل يطوبة أن أترك الشقة التي أنا فيها منذ 14 سنة 2004 لليوم، وهي شقة بسيطة في غرفتين وصالون وما في شيء أكثر من ذلك، وأن أترك الشقة وأسكن في غرفة من غرفة 50 غرفة دون برايفسي، من دون أن يكون لي أي خصوصية إليه. فتبسطت مع غبطته طالبا أن لا يكون أن لا يقبل بهذا الأمر، ومنذ آب أكتب إلي رسائل ومساجات رسائل ولا جواب على كل ذلك، وأطلب منه أن أتحاور وأن نعمل لأجل أن نكون مع بعضنا البعض، ولا يجيب على كل ذلك إطلاقا إطلاقا إطلاقا. وكذلك هناك الكاهن الذي قاطعني من 3 آب حتى اليوم ولا يهتم بي ولا شيء، إلا أنه يطبخ لي الطبخة وكل وخلصنا. فأمام كل هذه الإهانات، ولا يصلي معي ولا يشارك معي، والكلام والإهانة للعمال الذين يعملون في البطريركية معي، كل هذا دفعني إلى أن أخذ هذا القرار، أمتثل لكلمة وطلب غبطة البطريرك بأن أترك غرفة لا يمكن أن أسكن فيها، أترك المحل وأطلب عن طريقة أخرى، أطالب بأن أعود إلى كرامتي وإلى بيتي الذي عمرته وإلى بطاكيتي التي خدمتها 43 سنة، أن أطلب خدمتها في مكان موجود آمن ومستقل وبيليق بشيخوختي 85 سنة أن أرتاح فيه. هذا هو مطلبي، وأن يعفى الأب توني من خدمته لأنه أساء إلى السلطة، إلى البطريرك، إلى إنسان أخي ورفيقي وأحببته. فلذلك هذا دفعني إلى أخذ هذا الموقف. إذن أنا امتثلت إلى أمر البطريرك لأني لا يمكنني أن أعيش في غرفة فقط،
ولكني أطالب بأن أعود إلى الشقة بكرامتي وأن يعمل على تغيير الكاهن في المهد. ولكن منذ أن خرجت أنا أبقى في علاقة مع إخوتي، مع أخي صاحب الغبطة ومع إخوتي بكل محبة، وأطلب منه بهذه المناسبة من جديد أيضا، رغم أني توسطت من مطاعنة وعلمانيين وحتى السفير الباباوي بدمشق أن يا سيدنا ما بصير، ومع ذلك لم استجب لأحد، فاضطررت إلى أخذ هذا القرار، أترك ولكن أطلب بالعودة إلى الشقة وإلى المقر. طب لم يكن هناك أي أجوبة على كل هذه الأسئلة وكل هذه التصرفات يعني من أكثر من جهة بحقكم؟ طالبت وزراء استجابوا وذهبوا إليه وطالبوا منه أن لا لا لا، حتى أرسلت رسالة إلى سينودوس شباط كل مطار المجتمعين لهم جميعا رسالة أطلب منكم أن تعالجوا الموضوع. قالوا شو بده ضغطك بسيط، هذا كان جوابهم، ولم يعملوا شيء بالنسبة للكاهن. فأمام كل هذه التجاوزات أنا سكت، يعني شباط صار 10 أشهر أنا ساكت ساكت حتى لا يكون شيء يجي إلى الكنيسة وإلى إخوتي أبناء الكنيسة كمطاينة وكعلمانيين يحتاجون إلى أن نرى يروا فينا وجه المسيح المحب، وجه المحبة، وجه التعاون التضامن، حتى نكون مثال أمام الشعب. طب لكن ما الأسباب التي دفعت إلى كل هذا التصرف بحقكم بطريرك غريغوريوس؟ يعني إذا ما عدنا إلى الوراء، كان معروف أنه حضرتك قدمت استقالتك، اليوم بالبيان تقول على أثر استقالتي أو إقالتي، يبدو أنه كان في مشاكل أكبر من ذلك، اليوم يتم ربما رد بطريقة أو بأخرى لكم؟ لا لا، هذا لا يتعلق، هاي إقالتي لأنه كان في طلب من روما بأن أستقيل، هذا شيء واضح. استقالتي لأني قبلت، ولكن أيضا طلبت إقالة، فهذا هي إقالة واستقالة، طلب مني أن أستقيل واستقلت. لماذا طلب منكم؟ هذا شيء آخر، هذا لا علاقة له بكل ما يجري اليوم على كل الجهات من هذا التعاطي معكم. لا، أنا قبلت بالاستقالة والسني أنا صامت وأكون محب على الجميع وليس أي إلي على أحد آخر، ولكن أمام هذا الرفض للتعاون وللتفاهم ولأن أكون في كرامتي اضطررت إلى أخذ هذا القرار. طيب أين حضرتكم الآن، يعني منذ أن خرجتم من هذا المكان، يعني أين كنتم تحديدا وما الذي ستقومون به بخطوات يعني لرفع هذا الموضوع الأخلاقي والإنساني بالدرجة الأولى؟ أنا هلأ عمليا في دار العناية، وهي مؤسسة اجتماعية ميتة ومدرسة مهنية، أسستها سنة 66، 52 سنة مؤسسة، وهي مؤسسة بندنا من أجمل المؤسسات الاجتماعية في لبنان. أسستها بسعي مع أصدقائي وأحبائي في ألمانيا وتعبي، والآن أعود إلى هذه المنطقة لأكون مؤقتا هنا حتى يصير البت في أمر عودتي بكرامتي إلى عينتراس وإلى الشقة. طيب البعض ربط بطريرك، أكيد البطريرك غريغوريوس، اليوم البعض ربط هذا الموضوع بربما مواقفك فيما يتعلق ببعض الأمور أو الملفات السياسية، هل ترى أيضا أي ربط؟ يعني بالنهاية يجب أن يكون هناك سبب لهذه التصرفات. ما في شيء، أنا ما بعرف، هذا هو عجبي، إنه ما في سبب، وأنا أتحاور وأطلب الحوار وأرسل مراسيل كما تقول فيروز لكي نتحاور، لا أدري ما السبب، في الواقع ما في سبب. هذه التصرفات يعني ضمن الكنيسة أو البطريركية عادة تحصل، حصل هكذا موضوع من قبل؟ يعني ما بعرف، الماضي ماضي وغيري أنا عم بحكي عن حالي، ولكن أرجو أنه من خلال هذه المقابلة أن يفهم كل إنسان وسيدنا صاحب الغبطة وإخوتي المطاينة أنه نعود إلى المحبة حتى ننتهي من هذا الفصل المؤسف في كنيستنا وفي تاريخنا وفي أيضا أمام شعبنا وأمام المؤمنين، لأنه يعني بحاجة للتضامن لأجل مستقبل أفضل لكنيستنا ولخدمتنا في مجتمعنا اللبناني وفي هذا العالم كله سوا. طيب في كلمة أخيرة بطريرك غريغوريوس تود أن توجهها، خاصة فيما يتعلق بموضوع عودتك إلى عين تراز؟ يعني أنا كما قلت أريد أن أعود بكرامتي إلى الشقة وإلى عين تراز وإلى الشقة التي كنت فيها، التي
تحفظ كرامتي وأيضا راحتي، ومن معي أيضا، من معي والذين خدموني 35-36 لا يمكن أن يلقوا خارجا. وثانيا كما تقول أنشود، عودوا إلى الحب إن الملكوت قريب، نحب بعضنا بعضا لكي يمكننا أن نتابع رسالتنا في هذا المجتمع. طب بطريرك، من معك اليوم يعني لإيصال هذه الرسائل؟ يعني كان الكثير لم يعطيك أي إجابة أو لم يتجاوب، هل على الطرف الآخر يعني هناك من؟ موظفين اللي معي من 36 سنة، يعني مش أشخاص عاديين يعني. يعني توجهت لصاحب الغبطة، أصحاب السيادة المطارنة، من اليوم صلة الوصل بينك وبينهم لرفع صوتك لهذه العودة؟ يعني توجهت إلى أكثر من مطران وأرسلت رسائلي التي أرسلت إلى غبطة البطيئة، كان المطارنة كلهم سوا أو أكثرهم، ما كان يعني كل توجهاتك كانت بشكل مباشر بطريرك غريغوريوس إلى كل هذه الجهات. لا يوجد اليوم من يدخل على خط الوساطة ليعرف على الأقل الأسباب؟ الآن طبعا، الآن أكثر من تليفون وصلني والتواصلات كل اليوم، تليفونات انه كل الاخوه من احباء من مطاينا من كهنه من رهبان من رهبات ومن المانيين يريدون ان يعملوا لاجل ان تعود البيئه الى مجاريها ونعود الى محبه بعضنا البعض كما اوصانا السيد المسيح. طيب البطريرك صفير، إذا ما أردنا أيضا مقارنته بوضعك قليلا بطريرك غريغوريوس، يعني عرفت تتمة السؤال، لماذا لم يكن الوضع يعني نفسه كما جرى مع البطريرك صفير؟ عفو الله، عفو الله، عفو الله الحبيبة الكريمة، نكفي، الله يعطيه. أعتذر إذا سؤالي أزعجك، لكن نود أن نستوضح أكثر عن المشكلة. هن البطريرك الصيب 100 سنة احتفل به وأكرم، ويقول القديس بولس بادروا بعضكم بعضا بالإكرام، يقول بولس الرسول بادروا بعضكم بعضا بالإكرام، إن شاء الله نصل لها الترجين، بادر نحب بعضنا لأن هكذا الله محبة مش طالع نحب بعضنا وتحل الأمور وتعود إلى مجاريها الطبيعية. ترى انه في امل ام هذه المواقف كانت دليل على طبعا قطع كل يعني ما الذي يجعلك تقول انه ممكن يكون في امل لعوده هذه العلاقات؟ يعني طريقه القطع معك غريبه نوعا ما سياده البطريرك. انا اختي الحبيبه اقول بحياتي المحبه انتصرت في حياتي، كثير كان في صعوبات بحياتي على كل المستويات، ككاهن كمطران في القدس 26 سنه وكبطرك كثير صعوبات مررت، ولكن المحبه يقول بولس الرسول لا تسقط ابدا، يعني بتضل تنجح، ما لازم ابدا في مساله يقول never give up، وكذلك المحبه هي ان never give up، ان لا نستسلم بل نبقى دائما نتامل بالنجاح بنصل الى قمه المحبه والعطاء متضامن مع بعض البعض. المستقبل للمحبه. طبعا منبر الميادين دائما منبركم بطريرك غريغوريوس، ونامل أن نكون أوصلنا رسالتك وتعود المياه إلى مجاريها كما كانت وأفضل. كل الشكر لك البطريرك غريغوريوس الثالث لحام، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين والأورشليم السابق، كنت معنا عبر الهاتف من صيدا. شكرا أخوات، شكرا للميادين. أعلنت الرئاسة الفرنسية أن المفاوضات الجارية في مجموعة السبع تسير في الاتجاه الصحيح للتوصل إلى اتفاق حول البيان الختامي في اليوم الثاني والأخير للقمة في كندا. وأضافت أن توقيع السبع على بيان مشترك يشير إلى أن الموقف الأمريكي المختلف بشأن اتفاقية المناخ أمر مرجح جدا. أما الشق التجاري فأن المفاوضات جارية حول صيغة تدعو إلى تحديث منظمة التجارة العالمية بهدف إرضاء الوفد الأمريكي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه اقترح على مجموعة السبع إقامة منطقة للتبادل الحر، مؤكدا أن المجموعة تعهدت مراقبة ما وصفه بالطموحات النووية لإيران، معتبرا أن هناك فرصة فريدة للتوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية. بعد دقائق قليلة سأغادر إلى سنغافورة، سأكون في مهمة سلام، سأحمل في قلبي قلوب ملايين الناس من جميع أنحاء العالم. يجب أن نقوم بنزع السلاح النووي،
يجب أن نحصل على شيء ما. نحن نعتقد حقا أن كوريا الشمالية ستكون مكانا رائعا في فترة قصيرة جدا. في المقابل أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لم تطلب أبدا العودة إلى مجموعة الثماني، وأكد أن موسكو تعمل في مجموعات أخرى بشكل رائع، سواء في منظمة شنغهاي للتعاون أو في مجموعة بريكس وتحديدا في مجموعة العشرين، معتبرا أنها واعدة للمستقبل لأنها تمثل آلية فعالة للتوافق على حد تعبيره. في الصين، بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني تطورات الملف النووي الإيراني والوضع في سوريا. روحاني أكد على البلدين إقامة حوار أكثر جدية بشأن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. بوتين وصف من جهته التعاون الروسي الإيراني في سوريا بالناجح، مشيرا إلى تحقيق نتائج ملموسة. التجارة آخذة في النمو، ونحن سعداء للغاية بوجود آفاق جيدة. نناقش اليوم قضايا أخرى بما في ذلك الأمن والاستقرار الإقليميان. إننا نتعاون بنجاح في الأزمة السورية. هذا ومن المقرر أن يعقد قادة الصين وروسيا وإيران قمة ثلاثية في الصين. القمة تأتي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تبحث على مدار يومين سبل تعزيز التعاون فيها فيما بينها في مجال مواجهة الإرهاب والجرائم المنظمة. الرئيس الصيني أشاد خلال الافتتاح بوحدة دول هذا التكتل في مقابل الخلافات التي برزت بين الولايات المتحدة وحلفائها في قمة الدول السبع. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن بؤر مواجهة إرهابي تنظيم داعش في سوريا موجودة في المناطق الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة فقط. كوناشينكوف أشار إلى تعافي الحياة السلمية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، فيما يجري العمل على إزالة الألغام، كما تصل المساعدات الإنسانية والمنتجات الغذائية إلى هناك. في حلب، أو إلى ذلك، يواصل الجيش السوري والقوات الحليفة التقدم في أقصى ريف السويداء الشمالي الشرقي مقابل تنظيم داعش. عدسة الإعلام الحربي واكبت العمليات في المنطقة، حيث أظهرت المشاهد بداية توزيع القوات على محاور المعارك وبعض الرمايات بقذائف الدبابات وراجمة الصواريخ. بدأ القضاء العراقي إجراءاته لتولي مهمة إعادة عد وفرز أصوات الناخبين يدويا عقب تعديل قانون الانتخابات، وتمثلت الإجراءات بتشكيل لجنة قضائية تمهيدا لاستلام الملف. محمد الفهد. تعديل قانون الانتخابات من قبل البرلمان جعل البوصلة تتجه نحو القضاء العراقي الذي سيتولى مهمة الإشراف على عد وفرز الأصوات يدويا في عموم العراق عبر القضاة التسعة المنتدبين بدلا من مفوضية الانتخابات. أولى الخطوات هي تشكيل لجنة قضائية وصلت إلى مبنى المفوضية لتهيئة إجراءات تسلم المهمة. هذه الإجراءات تجري وسط مواقف سياسية مختلفة بين مؤيد لتعديل الانتخابات وآخر رافض لتلك الخطوة. الغاية والهدف من هذا القرار للبرلمان أن تكون النتائج التي ستعلن تحت تحوز على ثقة، وأيضا تتميز بنزاهة وشفافية، ومن ثم تنال على ثقة الكتل السياسية وأيضا اللجان والهيئات المراقبة وخصوصا الأمومية. مفوضية الانتخابات ردت عبر مسارين: الأول إعلانها الالتزام بالدستور والتعاون مع القضاء في إشرافه على العد والفرز، والثاني عبر تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية حول تعديل قانون الانتخابات. لكن في كل الأحوال يرى المراقبون أن ما قام به البيت التشريعي قد يكون نقطة للانطلاق نحو الانفراج وتسريع حسم ملف نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة. ستفضي إلى أن تكون نتائج إيجابية ترضى بها جميع الأطراف، إلى جانب أن يكون هناك
مستقبل أفضل للعملية السياسية التي تعثرت حتى في عملية الدخول في مفاوضات تعرف من خلالها الكتل السياسية حجمها داخل مجلس النواب العراقي. خطوة البرلمان وعلى ما يبدو رطبت الأجواء السياسية وخففت كثيرا من الضغط الناتج عن الاعتراضات والطعون في نتائج الانتخابات بعد أن رهن الأفرقاء مواقفهم بإعادة العد والفرز اليدويين وما سينتج عنهما من تغييرات انتخابية. قبول الأطراف السياسيين في العراق بإجراءات البرلمان الأخيرة هو الأرجح حتى الآن، أما المعترضون عليها فلا سبيل أمامهم سوى المسالك القانونية عبر المحكمة الاتحادية، لكن ذلك لا يعني تأخيرا أو انتظارا لأحكام قانونية من قبل المكلفين بإدارة العملية الانتخابية وحسمها قبل حدوث أي فراغ دستوري. محمد الفهد، بغداد، الميادين. إلى اليمن، حيث أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن الجيش واللجان استعادوا السيطرة على منطقة الجاح في مديرية الحسينية جنوب الحديدة، وأضافت أن نحو 50 عنصرا من قوات التحالف السعودي قتلوا في المنطقة، فيما قتل وجرح وأسر العشرات. تحتدم المواجهة في الحديدة بين طرفي الصراع. مصدر ميداني أفاد الميادين بسقوط قتلى وجرحى من القوات المشتركة للتحالف السعودي والتي تضم قوات ألوية العمالقة وألوية طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني السابق والقوات الإماراتية والسودانية خلال سيطرة الجيش واللجان على عدد من المواقع والقرى في منطقة الجاح الساحلية في المحافظة. هذا وتتواصل المواجهة بين الطرفين في قرى المنطقة ومزارعها، ترافقها غارات للتحالف بهدف استعادة مناطق سيطر عليها الجيش واللجان في مديرية الحسينية. كذلك أكد مصدر عسكري مقتل وجرح العديد من قوات التحالف وأسرى آخرين في عملية نوعية للجيش واللجان بالقرب من قرية الشعب في مديرية حيس جنوب الحديدة. وإلى تعز، حيث أحبط الجيش واللجان محاولة زحف لقوات هادي على قرية تبيشعة تزامنت مع غارات للتحالف على جبل العنين، كما قتل وجرح عدد من قوات هادي بعد هجوم مضاد على عملية زحف في مديرية مقبنة، فيما تجدد القصف المدفعي المتبادل بين الطرفين في مديرية الصلو جنوب المحافظة. وعند الحدود اليمنية السعودية، أفاد مصدر عسكري بمقتل وجرح العديد من قوات التحالف السعودي خلال أحباط تقدمهم باتجاه مواقع الجيش واللجان قبالة منفذ علب الحدودي، فيما قتل جندي سعودي قنصا في رقبة العيروان بمدينة الربوعة. أما في جيزان، فقصف الجيش واللجان التحصينات السعودية في مركز السودة العسكري وموقع ومدرسة الخشل بالتزامن مع مقتل جندي آخر قنصا في موقع بجل. تستمر أعمال المهرجان الدولي للإذاعة والتلفزيون الدولي في كوبا. جناح الميادين نقل رسالة التغطية الميدانية لهدف حددته القناة منذ البداية، أن المشاركة أبعد من أن تكون معرضا أو أجنحة، بل هي جزء من دورها في نقل الصورة إلى أمريكا اللاتينية باعتبارها مصدر أخبار موثوقا لما تعيشه المنطقة العربية من تحولات. عبد الله بدران. بعد تخطيط لتأسيس واجتماعات لم توقفها ساعة الراحة، تقررت رؤية الميادين في فلسفة جناحها ورسالته في مهرجان الإذاعة والتلفزيون الدولي بكوبا. كوبا، حيث مشعل الحرية في أمريكا اللاتينية، كان هذا الأساس في خيار الميادين الذي انتقته بين خيار صحفي وإعلامي وبين سياسة وفكرة ورؤية لبلد قاوم ولا زال. وهكذا انعكست الرؤية الجذابة في جناح لم يغادره الزائرون. نحن معجبون بهذا العمل وخصوصا رسالتكم الميدانية، والصحفيون في كوبا يعتمدون على أخبار الميادين ليعرفون ماذا يحدث بالضبط في الشرق الأوسط. أهدى
أهداف المشاركة متعددة في مرات المشاركة المتعددة لشبكة الميادين، صوتها عبر جناحها ومنطقته من دروس التحرير وما خطته من خطاب الاصطفاف إلى جانب الشعوب كان حاضرا. الميادين ليست فقط قناة إخبارية بل هي شبكة الميادين الإعلامية. هذه الشبكة لديها الكثير من العلاقات والأصدقاء في العالم، أمريكا اللاتينية وكوبا بالأخص. وجودنا هنا هو استمرار التعاون بيننا وبين الأحرار في العالم. جديدنا هذا العام كان الحقيقة هو الشبيبة اللي بعمر الورود اللي رافقونا بفريق الميادين، وهن نحن بنعتبرهم جنود الخفاء. هالمستوى من الاندفاع اللي عندهم اللي لا محدود حقيقة، سواء تادي ولا أمير بن جدو، وهن لفتوا النظر الحقيقة لكل المحطات التلفزيونية المشاركة. إذن هي رحلة لن تنتهي ورسالة صحفية إنسانية أبعد من التعاون وصولا إلى التنسيق الاستراتيجي، وكل ذلك تمثل فيما اقترحته الميادين وأصبح واقعا عبر الشبكة الإعلامية الدولية للدفاع عن الإنسانية. صحيح أن مشاركة الميادين مستمرة في كل عام ضمن مهرجان الإذاعة والتلفزيون الدولي، لكنه ليس جناحا للاستعراض، بل هو جناح مبني على أساس فلسفة مستوحاة من تجربة إعلامية فريدة لشبكة إعلامية اختارت صوتا لم يتوقف عند حدود الوطن العربي، بل تعداه ووصل لما بعد الأطلسي. من مهرجان الإذاعة والتلفزيون الدولي بكوبا، عبد الله بدران، الميادين. تذكير بعناوين هذه النشرة: نداء إنساني من البطريرك لحام. بعد استقالتي من رئاسة البطريركية العام الماضي لم يعد لدي مسكن آوي إليه، والبطريرك الجديد يرفض مساعدتي. باريس ترجح إصدار بيان ختامي لقمة الدول السبع رغم الخلافات مع واشنطن، وترامب يقول إن المشاركين تعهدوا بمراقبة طموحات إيران النووية. قبيل قمة ثلاثية روسية إيرانية صينية، بوتين وروحاني يؤكدان نجاح التعاون الثنائي في سوريا. الجيش اليمني واللجان الشعبية يعلنون استعادة السيطرة على منطقة الجاح في مديرية الحسينية جنوب الحديدة. الميادين في المهرجان الدولي للإذاعة والتلفزيون بكوبا، رسالة صحفية وإنسانية لنقل الصورة إلى أمريكا اللاتينية. الميادين دوت نت للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر، بالإضافة إلى صفحة الميادين باللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net.